برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحلقة رقم 15 من برنامج مفاهيم تربوية، وهذا هو الطريق لمن أعياه تربية الأبناء. يعني هنعمل إيه لو إن الأب خلاص تعب من تربية الأبناء ويصعب عليه تربية الأبناء؟ اسمع ليه معروف الكرخي وهو يعني يحكي لنا هذه الحكاية وهذا الموقف. كان معروف الكرخي قاعدا على نهر دجلة، جالس على النهر ببغداد، وإذا إذ مر بنا أحداث في زورق، يعني شباب، هو جالس على النهر وفي أولاد شباب مرين في النهر، في نهر دجلة، وركبين زورق مركب ويضربون الملاهي، بقى في معهم معازف ويشربون فأصحاب معروف الكرخي واحد منهم قال له إيه؟ قال له أصحابه: أما ترى أن هؤلاء في هذا الماء يعصون الله؟ يعني أنت شايف الولاد دول عمالين بيعملوا إيه؟ فقال له: طيب وماذا تريد؟ فالأصحاب قالوا إيه؟ ادعوا عليهم، يعني دول بيعصوا ربنا ازاي كده؟ يعني ربنا قدام الشباب اداهم كده وبعدين هم يعصوا ربنا؟ ادعي عليهم، ادعوا عليهم. فرفع معروف الكرخي يده، فرفع يده الى السماء. انتبه بقى لهذا الكلام. فرفع معروف الكرخي يده الى السماء وقال: الهي وسيدي، اسالك ان تفرحهم في الجنه كما فرحتهم في الدنيا. ف أصحاب معروف الكرخي استغربوا من هذا، احنا بنقول لك تدعي عليهم مش تدعي لهم. فكانت الجملة الثانية من معروف الكرخي أيضا أجمل، فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادع عليهم، لم نقل لك ادع لهم. فقال يا على هذه الجملة فعلا يعني بصيرة نافذة، فقال لهم: إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم شيء. يعني أنا لو قلت الدعاء دوت وفرحهم في الدنيا في الآخرة، معناها أن هو تاب عليهم في الدنيا، فهو ده اللي أنتوا كنت عايزينه، ولم يضركم شيء، ولم يضركم شيء. ده موقف. الموقف الثاني مع الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض وده سادة من سادات الأمة، يعني وعالم كبير جدا ومن العلماء الأكابر. كان بيدعو لولده علي، كان له ابن اسمه علي رحمه الله وهو صغير، فيقول كان سيدنا الفضيل يقول ايه: اللهم انك تعلم اني اجتهدت في تأديب ولدي علي فلم استطع. واحنا ممكن يكون احنا هذا الرجل هو الفضيل، كم ولد عندنا ممكن يكون انا خلاص فاض بي، انا بذلت كل الجهد علشان الولد ده يتهدي وتصلح حاله وما فيش حاجة، فلم استطع. اللهم فأدبه لي، هو ده الدعاء، اللهم فأدبه لي. وهو لم يتواني، ورغم ذلك بيأخذ بالإيه؟ بالأسباب، لكنه يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فيدعوه ويتضرع إليه في صلاح الولد. فاستجاب الله عز وجل هذا الدعاء، حتى أن بعض العلماء قالوا أن علي أفضل من الفضيل، يعني بعد ما تاب وبعد ما انصلح أن عليا أفضل من الفضيل على جلالة قدر أبيه رحمه الله تعالى. يبقى ده يا جماعة باب عظيم جدا في هداية وتربية الأبناء، اللي هو رقم واحد الدعاء لهم، الدعاء لهم بالهداية، وأن ربنا عز وجل يفرحهم في الآخرة كما يفرحهم في الدنيا. هناخد إحنا الإيه؟ الخطوات العملية. رقم واحد، هذا هو الطريق اللي هو بين قوسين ايه؟ اللجوء الى الله عز وجل. ارجع، يعني الاب لازم ينكسر بين يدي الله عز وجل ويطلب هذا الامر من الله عز وجل في تربيه الابناء. قد لا تستطيع ان تؤثر في هذا الولد او البنت، ممكن تعمل كل اللي انت عملته او كل شيء، لكن الولد ايضا لم يرتدع ولم يرجع، فاستعن بالله عز وجل عليه وادعو له. سهام الليل لا تخطئ، هذه نقطة في غاية الأهمية. إذا ضاق بك الأمر فسهام الليل،
هذا المكان وهذا الوقت يعني لا يخطئ أبدا. النقطة الثالثة الانكسار لله عز وجل هو الطريق، أنك تنزل ويعني تنكسر لله عز وجل في هذا الأمر. خد بقى جانب عملي أيضا آخر، ولادك بيلعبوا، خليك ذكي بقى، خليك ذكي وفطن وزي ما بيقولوا استثمر الفرص. ولادك بيلعبوا قدام عينيك وفرحانين، ادعي بقى بالدعاء اللي دعاه معروف الكرخي: اللهم إلهي وسيدي أسألك أن تفرحهم في الجنة كما فرحتهم فين في الدنيا. طلعت معهم رحلة، بيلعبوا مع أولاد الجيران، شفتهم بيلعبوا في الشارع قدام العمارة ولا قدام البيت، والعيال فرحانين كلهم ومبسوطين، ادعي لهم بقى بالدعاء دوت. مش أنا قلت ما تنزلوش وأنتوا بتلعبوا في الشارع، أنتوا عملتوش الواجب، يلا اطلعوا قدامي. أيوه يا أخي بالك، لا خليك بقى وادعي بهذا الدعاء: إلهي وسيدي أسألك أن تفرحهم في الجنة كما فرحتهم في الدنيا. أضف لهذه النقطة: واحرص أن يسمعوك، يعني خليهم يسمعوا منك الدعاء دوت، خليهم يسمعوا منك هذا الأمر. من النقاط اللي هي طريق نافذ أيضا أن تدعو لأبناء المسلمين بالهداية: اللهم اهدي أولاد أخي فلان، اللهم اهدي أبناء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين، واحفظ بنات المسلمين واحفظ شباب المسلمين، اللهم اللهم، تدعو لهؤلاء فيقول كل دعاء يقول لك الملك: ولك مثله ولك مثله ولك مثله. فأنت ليه تضيع مثل هذه الطرق وهذه الوسائل. من النقاط المهمة جدا اللي هي استثمار الحرم، يعني الصلاة في الحرمين سواء في مكة أو في المدينة. لو تيسر لك الأمر بأن تذهب إلى الحرم فهذه فرصة عظيمة جدا، فهناك تستجاب الدعوات، وهناك يعني القلب مقبل على الله عز وجل بكلياته. وبالتالي إذا أتيحت لك الفرصة أن تذهب إلى الحرم لا تفوت الفرصة أن تدعو لأبنائك في الطواف وفي السعي. خصص لكل واحد شوط من الأشواط في الطواف بدعاء كامل لهم. فهذه النقاط يعني لا تخطئ ولا تضيعها، وادعو لأبنائك وأبناء المسلمين. كتاب اليوم أيضا مهم جدا، وهو بعنوان مهارات المربي، مهارات المربي للأستاذ وليد خالد الرفاعي، مهارات المربي. كتاب يهتم بالتربية وتعديل السلوك، ويسلط يعني الضوء على أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها المربي. وأنا حابب أن احنا نبين مسألة في مهارات المربي. المربي له مهارات كثيرة جدا. بعض الناس تظن أن مهارات المربي في أنه هو يعني هيحفظ القرآن أو هيعلم السنة، وده طبعا أصل، لكن المربي له مهارات تربوية، وله مهارات نفسية، وله مهارات تعليمية، وله مهارات حتى صحية، وله مهارات إيمانية. لابد أن هو يتم ضبط كل هذه النقاط قبل أن يتعرض لمسألة التربية وأن يكون مربيا. انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه الحلقة، الحلقة رقم 15، وسنلتقي بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، حلقة رقم 16 من برنامج مفاهيم تربوية، وسيكون العنوان الحلقة بعنوان لقاء في المسجد الحرام. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن ييسر لنا صلاة واعتمار وحج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.